المكتبة السمعية للعلامة المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم قراءة تفسير السعدي. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. يقول تعالى مخبرا عن عموم قضائه وقدره: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، وهذا شامل لعموم المصائب التي تصيب الخلق من خير وشر، فكلها قد كتبت في اللوح المحفوظ صغيرها وكبيرها، وهذا أمر عظيم لا تحيط به العقول بل تذهل عنده أفئدة أولي الألباب، ولكنه على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وأخبر الله عباده بذلك لأجل أن تتقرر هذه القاعدة عندهم ويبنوا عليها ما أصابهم من الخير والشر، فلا يأسوا ويحزنوا على ما فاتهم مما طمحت له أنفسهم وتشوفوا إليه، لعلمهم أن يكون ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ لا بد من نفوذه ووقوعه، فلا سبيل إلى دفعه، ولا يفرحوا بما آتاهم الله فرح بطر وأشر، لعلمهم أنهم ما أدركوه بحولهم وقوتهم، وإنما أدركوه بفضل الله ومنه، فيشتغلوا بشكر من أولى النعم ودفع النقم. ولهذا قال: والله لا يحب كل مختال فخور، أي متكبر فظ غليظ، معجب بنفسه، فخور بنعم الله، ينسبها إلى نفسه وتطغيه وتلهيه، كما قال تعالى: ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، أي يجمعون بين الأمرين الذميمين اللذين كل منهما كاف في الشر، البخل وهو منع الحقوق الواجبة، ويأمرون الناس بذلك، فلم يكفهم بخلهم حتى أمروا الناس بذلك وحثوهم على هذا الخلق الذميم بقولهم وفعلهم، وهذا من إعراضهم عن طاعة ربهم وتوليهم عنها. ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد، ومن يتولى عن طاعة الله فلا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. فإن الله هو الغني الحميد، الذي غناه من لوازم ذاته، الذي له ملك السماوات والأرض، وهو الذي أغنى عباده وأقناهم، الحميد الذي له كل اسم حسن ووصف كامل وفعل جميل يستحق أن يحمد عليه ويثنى ويعظم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. يقول تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وهي الأدلة والشواهد والعلامات الدالة على صدق ما جاءوا به وحقيته، وأنزلنا معهم الكتاب، وهو اسم جنس يشمل سائر الكتب التي أنزلها الله لهداية الخلق وإرشادهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، والميزان وهو العدل في الأقوال والأفعال، والدين الذي جاءت به الرسل كله عدل وقسط في الأوامر والنواهي وفي معاملة الخلق وفي الجنايات والقصاص والحدود والمواريث وغير ذلك، وذلك ليقوم الناس بالقسط قياما بدين الله وتحصيلا لمصالحهم التي لا يمكن حصرها وعدها. وهذا دليل على أن الرسل متفقون في قاعدة الشرع وهو القيام بالقسط، وإن اختلفت أنواع العدل بحسب الأزمنة والأحوال. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد من آلات الحرب كالسلاح والدروع وغير ذلك، ومنافع للناس وهو ما يشاهد من نفعه في أنواع الصناعات والحرف والأواني وآلات الحرث، حتى إنه قل أن يوجد شيء إلا وهو يحتاج إلى الحديد. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، أي ليقيم تعالى سوق الامتحان بما أنزله من الكتاب والحديد، فيتبين من ينصره وينصر رسله في حال الغيب التي ينفع فيها الإيمان قبل الشهادة التي لا فائدة بوجود الإيمان فيها،
لأنه حينئذ يكون ضروريا. إن الله قوي عزيز، أي لا يعجزه شيء ولا يفوته هارب. ومن قوته وعزته أن أنزل الحديد الذي منه الآلات القوية، ومن قوته وعزته أنه قادر على الانتصار من أعدائه، ولكنه يبتلي أولياءه بأعدائه ليعلم من ينصره بالغيب. وقرن تعالى في هذا الموضع بين الكتاب والحديد، لأن بهذين الأمرين ينصر الله دينه ويعلي كلمته، بالكتاب الذي فيه الحجة والبرهان والسيف الناصر بإذن الله، وكلاهما قيامه بالعدل والقسط الذي يستدل به على حكمة الباري وكماله وكمال شريعته التي شرعها على ألسنة رسله. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ولما ذكر نبوة الأنبياء عموما، ذكر من خواصهم النبيين الكريمين نوحا وإبراهيم اللذين جعل الله النبوة والكتاب في ذريتهما، فقال: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، أي الأنبياء المتقدمين والمتأخرين كلهم من ذرية نوح وإبراهيم عليهما السلام، وكذلك الكتب كلها نزلت على ذرية هذين النبيين الكريمين. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. فمنهم أي ممن أرسلنا إليهم الرسل مهتد بدعوتهم، منقاد لأمرهم، مسترشد بهداهم، وكثير منهم فاسقون، أي خارجون عن طاعة الله وطاعة الرسل والأنبياء، كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا أي أتبعنا على آثارهم برسولنا، وقفينا بعيسى بن مريم، خص الله عيسى عليه السلام لأن السياق مع النصارى الذين يزعمون اتباع عيسى عليه السلام، وآتيناه الإنجيل الذي هو من كتب الله الفاضلة، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، كما قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ولهذا كان النصارى ألين من غيرهم قلوبا حين كانوا على شريعة عيسى عليه السلام، ورهبانية ابتدعوها، والرهبانية العبادة، فهم ابتدعوا من عند أنفسهم عبادة ووظفوها على أنفسهم، والتزموا لوازم ما كتبها الله عليهم ولا فرضها، بل هم الذين التزموا بها من تلقاء أنفسهم، قصدهم بذلك رضا الله تعالى، ومع ذلك فما رعوها حق رعايتها، أي ما قاموا بها ولا أدوا حقوقها، فقصروا من وجهين: من جهة ابتداعهم، ومن جهة عدم قيامهم بما فرضوه على أنفسهم. فهذه الحال هي الغالب من أحوالهم، ومنهم من هو مستقيم على أمر الله، ولهذا قال: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، أي الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم مع إيمانهم بعيسى، كل أعطاه الله على حسب إيمانه، وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. وهذا الخطاب يحتمل أنه خطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا بموسى وعيسى عليهما السلام، يأمرهم أن يعملوا بمقتضى إيمانهم بأن يتقوا الله فيتركوا معاصيه ويؤمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم إن فعلوا ذلك أعطاهم الله كفلين من رحمته، أي نصيبين من الأجر،
نصيب على إيمانهم بالأنبياء الأقدمين ونصيب على إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون الأمر عاما يدخل فيه أهل الكتاب وغيرهم، وهذا الظاهر، وأن الله أمرهم بالإيمان والتقوى الذي يدخل فيه جميع الدين ظاهره وباطنه أصوله وفروعه، وأنهم إن امتثلوا هذا الأمر العظيم أعطاهم الله كفلين من رحمته لا يعلم وصفهما وقدرهما إلا الله تعالى، أجر على الإيمان وأجر على التقوى، أو أجر على امتثال الأوامر وأجر على اجتناب النواهي، أو أن التثنية المراد بها تكرار الإيتاء مرة بعد أخرى. ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفور رحيم. ويجعل لكم نورا تمشون به، أي يعطيكم علما وهدى ونورا تمشون به في ظلمات الجهل، ويغفر لكم السيئات، والله ذو الفضل العظيم، فلا يستكثر هذا الثواب على فضل ذي الفضل العظيم الذي عم فضله أهل السماوات والأرض، فلا يخلو مخلوق من فضله طرفة عين ولا أقل من ذلك. وقوله لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أي بينا لكم فضلنا وإحساننا لمن آمن إيمانا عاما واتقى الله وآمن برسوله، لأجل أن أهل الكتاب يكون لديهم علم بأنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، أي لا يحجرون على الله بحسب أهوائهم وعقولهم الفاسدة فيقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ويتمنون على الله الأماني الفاسدة. فأخبر الله تعالى أن المؤمنين برسوله محمد صلى الله عليه وسلم المتقين لله لهم كفلان من رحمته ونور ومغفرة، رغما على أنوف أهل الكتاب، وليعلموا أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ممن اقتضت حكمته تعالى أن يؤتيه من فضله، والله ذو الفضل العظيم الذي لا يقادر قدره.